خلص بتحب حالك، بدك تساوي كل شيء لحالك، ما بتقعد تهتم بالآخرين. ليش الله خلقه على وجه الكرة الأرضية؟ طيب خلينا نغير مصطلح حب الذات. أنا شو عم ساوي على هدول الجوانب؟ وين عم بنسى؟ شو بلشت تحب حالك؟ إنه واحد مو شايف حدا قدامه. هدول الجوانب لإلي مو للآخرين بس. طب بس هذا الشيء عم يأذينا. والله برجع على البيت بقعد بصحه بناح وبقول انا مالي منيح. لو شو حيحكي علي لما بكون صغير مثلا بيقوم يلا قوم غني لنا غنيه، انا هلا حيضحكوا علي. اول شيء بيكون مندفع للحياه وهيك، ببلشوا اول شيء الاهل بيضحكوا عليه بيروا له جبهته للورق. ايه بتاخذها ضحك مشان الله، بس لا تحكي انت. وقت يجوا الضيوف ضل ساكت، هون انه هو بده يكون الطب ما حدا غيره، واذا ما كان الطب بنهار. بدينا تطوير الذات وتعزيز الثقة من الأمور المهمة جدا لمجابهة الحياة، لأنه هذا الموضوع يعتمد تحديدا على تعزيز الثقة بالنفس، يكون الشخص عنده ثقة بنفسه وأيضا حب الذات، وأيضا دون التوجه للأنانية. شام يعني في فرق بين حب الذات وأنه شخص يكون أناني يعني. طبعا منير، اليوم رح نعرف الفرق بيناتهم، ودائما يعني حب الذات من أهم، هو أهم العوامل اللي حتحقق لنا النجاح، السعادة، البهجة والفرحة. رح نحكي بكل هالتفاصيل مع الأستاذة رهف تسابحجي، استشارية اجتماعية. أهلا وسهلا فيك أستاذة رهف. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. تسلم يا رب. بداية خلينا نبدأ أنه كيف الواحد ممكن يعزز ثقته بنفسه، وأيضاً ما يتعلق يعني حب الذات للأشخاص. طيب خلينا نغير مصطلح حب الذات بحكم، لأنه مجرد ما نقول حب الذات دائماً الأشخاص بتروح أنه الأنانية، أنه أنت بدك تصير خلص بتحب حالك، بدك تساوي كل شيء لحالك، ما بتقعد تهتم بالآخرين، لا بتهتم بمشاعرهم ولا بتحسن تساوي لهم أي شيء. صيغي لنا إياها. تمام. هلأ خلينا نحكي أنه نصير نطور ذاتنا، نثق بنفسنا، فنفهم حالنا. هي أهم نقطة. إنسان لما يفهم ذاته ويفهم كيف يتعامل مع ذاته بطريقة صحيحة، بيعرف كيف بعدين أنه يكون عنده ثقة بنفسه، يكون إنسان فعال بالمجتمع، يكون مرتاح. لا، نحن أهم نقطة شو هي؟ أنه يكون مرتاحين. تمام. دائما الإنسان بيدور وين الراحة تبعه. يعني بتلاقي تعبان وعم يشتغل، طب ليش كل هالشغل؟ ليش كل هذا عم يشتغل فيه؟ عشان هو بالنهاية بده يرتاح. ممكن يرتاح نفسيا او يرتاح مجتمعيا. فدائما الانسان لما ببلش بفكر طيب انا شو عندي مشاكل، شو عندي نقاط ضعف، شو عندي نقاط قوه، هون بقى ببلش بقى بحط حاله ضمن هي المنظومه، ببلش بقى بيشتغل على حاله، ببلش بقى بيطور حاله. طيب انا اوكي، انا عم بعطي كثير للاشخاص اللي حواليي، طب هل انا عم بنسى حالي؟ مثل اوقات مثلا الأم تلاقيها أوقات كتير عم تعطي. طب وزوج. تمام، طول الوقت ما عم تخلي شيء لحالها. طب شو يعني تخلي شيء لحالها؟ أكيد في شيء ترفيهي، هي واحد. أكيد في شيء إنه هي تطور ذاتها نفسي. وكمان في عنا على الجانب الصحي والجانب الروحي، الإنسان عنده 8 جوانب بحياته، قديش هو عم يظبط فيهم، قديش هو عم يحط مخططات او حتى عم يشتغل عليهم. نحن عندنا 8 هلا الجوانب، عم يشتغل على 2 يمكن. معظم العالم تقريبا 2 أو 3 اللي بيشتغلوا عليه، الجانب العلمي المهني والشخصي اوقات يعني، لكن الصحي وين؟ الروحي وين؟ المادي كمان بيشتغلوا عليه. لا يا ماما. الاجتماعي، العائلي، هدول كلهم يفترض الانسان دائما يحط مخطط يفكر فيهم كلياتهم، انه أنا شو عم ساوي على هدول الجوانب؟ وين عم بنسى؟ بنسى جانب معين؟ هدول الجوانب لإلي مو للآخرين بس. يعني أنا كيف بدي أستمتع فيهم وعيش مرتاح مع الآخرين فيهم؟ إن كان على الجانب خلينا نقول الصحي، قديش الإنسان عم يفكر بصحته؟ قديش نحن مثلاً، هل نحن عم نعمل رياضة معينة كل يوم مثلاً أو يومين بالأسبوع؟ طيب قديش عم نهتم بغذائنا؟ ولا لا خلص انا هلا جعل بالي اكل هيك خلص بالليل بالنهار خلص يعني. صحيح. طب بس هذا الشيء عم ياذينا. فالقصه بدل ما نقول نحن نكون انانيين نحب حالنا بهي الطريقه يعني يلي هي المصطلح، خلينا نقول بس الواحد بيقول شو بلشت تحب حالك، شو بدك تقعد تشتغل بهدول القصص تبعت التنميه البشريه. فلا، خلونا نشتغل انه نحن كيف بدنا نهتم بحالنا، نهتم بتطوير ذاتنا، نهتم بمشاعرنا.
كمان نعرف كيف يعني نعاير مشاعرنا، نظبطها بطريقه حلوه. كل جانب من الحياه يحتاج الى شيء مزبوط. يعني يعني فينا نقول انه هو المثاليه التامه او يعني ثقه بالنفس او ثقه بالذات، يعني هي بتخلو من العيوب تماما. هذا المعتقد السائد. هلا الثقه بالنفس انه الانسان مثلا لما بده يحكي مع الاخرين ما يضل خجلان، ما يضل عم يفكر ماذا لو شو حيحكي علي، طب بركي انا خربطت. يعني مثلا نحن طالعين هلا على الشاشه، طيب اوكي وخربطنا بشي كلمه، ضحكنا، عملنا شيء، طب اوقات خاصه اذا كنا لايف يعني، ف طيب خلص سوات. هذا انا مثلا بمشي عليها، ما بقعد بحط حالي والله برجع على البيت بقعد بسحب ناح وبقول انا مالي منيح، انا بستحي قدام العالم، غلطت، صار معي موقف معين. الثقه بالنفس هي انه نحن كيف نتخطى مواقف يلي بتواجهنا، كيف نتعلم كيف نواجهها بطريقه صحيحه. استاذ رهف، ممكن هي تعمل عقده معينه للشخص؟ وبما انه عم نحكي عن العقد، انا كنت حابب اسالك عن ما يتعلق بالطفوله تحديدا. في مواقف معينه ممكن تحدث للطفل تعمل له ازمه بثقه بالنفس وتروح معه لاخر العمر يعني. مزبوط، خاصه نسميه التنمر، تمام؟ مع انه هو مصطلح جديد يعني التنمر طالع. الفكره انه لما بيكون صغير مثلا بيقوم يلا قوم غني لنا غنيه، فبيبلش ممكن يكون صوته مو حلو او حركاته مو حلوه، فاول شيء بيكون مندفع للحياه وهيك، ببلشوا اول شيء الاهل بيضحكوا عليه، متى ما ضحكوا عليه في اولاد بتتقبل. طيروا له جبهته للولد. ايه بتاخذها ضحك وانقله ومزح وقولوا عني صير انطوائي بعدين. او بعدين لا بصير بياخذها انه بالجانب الثاني، انا ما بدي احكي قدام العالم، انا عم بخجل، انا هلا حيضحكوا علي. هون كثير بقى بيجي دور الاهل، قديش هو بيعزز هذا الشيء لما نحن كاهل دائما نقول للولد قوم احكي ونعزز ولو شغله، ايه برافو ممتاز عمل هيك، طب تعال نساوي هيك. اوقات كثير كمان مثلا في اولاد مثلا صوتهم عالي، تمام؟ فكثير نوّس صوتك، صوتك مو حلو، حاش تحكي، مشان الله بس لا تحكي انت، وقت يجوا الضيوف ضل ساكت، طب ليش؟ طب تعال اقول لك بدل ما نقعد نضل عم نبهدل فيه، تعال نعلمه مهارات كيف يلعب بالتلون الصوتي، كيف يظبط نبرة صوته بشكل انه العالم تحبه. فهون بقى بنشتغل على هذا الشيء كأهل، مو بنضل من انه انت ولد مالك منيح، انت سيء، انت ما بتعرف تتصرف، لا تعال اقول لك تعال بدنا نشتغل. انا بصير بعملها جكاره يعني اذا حدا صحيح صحيح. يعني ممكن تسبب كثير اثار سلبيه على الطفل بوقت يكبر بمراحل متقدمه. استاذ رهف، يعني اليوم في شعره بين الثقه بالنفس والغرور، كيف ممكن ميز بيناتهم؟ كيف ممكن نحن نعرف حالنا اذا نحن في ثقه بالنفس ولا لا هذا غرور وانانيه؟ هلا الغرور انه واحد مو شايف حدا قدامه، تبع خلص انا هيك بدي اتصرف، هذا انا، اللي عجبه عجبه، ما عجبه هذا الحاضر، بطريقه خلينا نقول سلبيه، بطريقه يعني مو عاجبه شيء. اوقات كثير يعني الشخص المغرور دائما انه هو بده يكون التوب، ما حدا غيره، واذا ما كان التوب بينهار يعني، هيك كمان كارثه. الشخص اللي بتلاقيه عنده كثير غرور بنفسه فبده هو رقم واحد والعالم كله تحته، واذا بيلاقي حدا خاصه مثلا بالمدرسه او بالجامعه ببلشوا، اذا بيلاقي حدا او بالشغل ببلش انه لا في حدا ثاني عم يطلع احسن منه، بلش بقى عنده الغيره وبلش بقى يا بينهار يا اما بلش بيأذي. بيشتغل فيه يعني. بيشتغل فيه ايه، فهون كثير نحن بدنا ننتبه انه نحن بنثق بحالنا، بنحب الاخرين، بنحب الخير لغيرنا، يعني انا لما بوقف وبحكي وبطلع وبناقش وبعمل، وكمان لما زميلي او زميلتي كمان بيطلعوا وبيحكوا وبناقشوا بدعمهم، بساعدهم، بالعكس بنبسط لهم، ما بضل اقول ليش هن عملوا هيك، ساووا هيك، ليش هيك، بدي احط عليهم وحده، ونبلش بقى بنطلع الاغلاط. طيب استاذ رهف، في خطوات معينه تتعلق بزياده الثقه بالنفس، ممكن تمارين هيك بيستخدمها الشخص منها بيعزز هي الثقه ومنها ممكن بعدين يعلمها لغيره يعني؟ هلا اهم شيء لما يبلش يفهم ذاته، يفهم هو ليش قاعد هون، ليش الله خلقه على وجه الكره الارضيه، انه عنده رساله وعنده هدف بالحياه. هون لما الانسان بيكون عنده هدف وبصير عنده رؤيه، بصير عم يشوف انه انا لوين رايح وشو بدي اعمل، فمن خلال هذا الشيء بصير عنده حافز انه هو يقوم ويشتغل، ويصير انه لما يواجهه اي مشكله يتعامل معها بطريقه صحيحه. النقطه الثانيه مهارات الالقاء،
هي كثير كثير مهمه. مهارات الإلقاء ليش؟ إنه بدك تقوم توقف قدام عالم، قدام عدة أشخاص، جمهور معين، كيف بدك تحكي بطريقة صحيحة. إنسان لما بيتعلم كيف يحكي، كيف يشتغل على صوته، يشتغل على لغة جسده، على الكلمات، فبيبلش بقى ثقته بنفسه بتزيد. ليش؟ لأنه صار عنده مهارات إضافية. كل ما يعني الإنسان زادت مهاراته، كل ما زادت ثقته بنفسه. يعني فينا نقول أنه حب الذات هو مرتبط بتطوير الذات وتطوير القدرات والمهارات بشكل أساسي ورئيسي بالمرحلة الأولى. صحيح صحيح. هلا في مراحل طبعا ثانيه فينا نقول او جوانب ثانيه. اكيد كل ما الانسان بلش، طبعا مرحله تطوير الذات هي مرحله طويله كثير. تطوير الشخصي مستمر دائما. الانسان بيقولوا بيكبر بيتعلم، بيقولوا بيموت وبيتعلم. فالانسان دائما في طور التعلم، دائما عم يشتغل على حاله. ما يقول انا خلص وصلت، لا، ما في شيء انه انا وصلت للطب، ما في شيء انه خلص انتهى كل شيء عندي تعلم، انتهت المعارف عندي. كل ما بلش، كل ما كبر وعم يطور حاله بيكتشف لسه بده كثير لحتى يوصل لحد معين، وكل ما وصل بيلاقي لسه في قدامه خطوات وفي مستويات اعلى. وهون بقى الانسان كل ما اشتغل على حاله بهذا الموضوع، كل ما طور حاله، زاد ثقته بنفسه، فهم حاله، اهتم بجوانب الحياة الأخرى، استمتع بالحياة بدل ما يضل قاعد عم يحط الهم والغم. فهون بقى بصير عنده أنه حياته بتكون مرتاحة أكثر، بيكون سعيد بحياته، وبيكون هو شخص يعني ما حنقول مثالية، نحن ما بدنا نوصل، لأنه المثالية خلينا نقول والكمال مزعجة تمام وبتعمل مشاكل. لا خلينا، لكن خلونا نوصل لحالة الإبداع ونترك بصمة وأثر بهي الحياة. شكرا كثير لك. طبعا بدنا نتشكرك رهبة سابحجي، وحضرتك استشارية اجتماعية نورتينا. أهلا وسهلا فيكم، يعطيك العافية.